السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لينا على القناة. وقبل ما نبدأ طبعا، بس حابب أقول لكم أن الإحصائيات بتاعت القناة دايما بتبين أن أكتر عدد المشاهدات جاي من غير المشتركين، مع أن أنا شايف أن في تفاعل خصوصا في الأسئلة، لأن أنا بيجي لي أسئلة واستفسارات كتير. بس اللي بيزعلني الصراحة أن اللي يكون متفرج مثلا على فيديو معين وبعت لي أسئلة وأنا رديت عليه ما يكونش أصلا مشترك في القناة. فأنت صديقي ادعمني. أنا طبعا مش أقول لك انتسب في القناة علشان أرد على الأسئلة بتاعتكم أو خلافه، لا الحمد لله القناة عامه لسه كمية الأسئلة اللي بتيجي عليها ما هياش يعني بدرجة من الكثافة اللي أنا ما أقدرش أرد عليها كلها. لا أنا الحمد لله بشوف كل الأسئلة والحمد لله برد عليها كلها، وبتواصل مع أي حد محتاج أي استفسار أو أي حد في حاجة هو مش عارفها بدور على إجابات ليها بتواصل معه، والحمد لله يعني بحاول أفيد الناس على قد ما أقدر. فأنا حابب بس إنك أنت تدعمني إنك تشارك الفيديو مع أصدقائك، أنت شفت فيديو واستفدت بيه أو لقيته كويس. أقل مرحلة من مراحل الدعم هي إنك تعمل لايك للفيديو وتشاره مع أصدقائك وتدعو أصدقائك للانضمام للقناة طبعا انهم يشتركوا فيها، وتتابعني على موقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او الانستجرام او حتى التيك توك. الفيديوهات بنحط فيديوهات برضو قصيره هناك. تتابعني على الصفحات دي على الفيسبوك، بنزل اخبار اخر الاخبار التكنولوجيه في عالم الموبايلات او التلفزيونات او الكونسول او خلافه. تابعني برضو واشترك واعمل دعوه لاصدقائك للاشتراك في الصفحه عشان نكبرها شويه. بس كده وندخل بقى في موضوع الحلقه بعد الانترو. حلقتنا ان شاء الله هتكون حلقة مش طويلة، هتكون حلقة عن تحديثات الواتساب الاخيرة اللي هنستعرضها مع بعض واحد واحد، ونشوف ايه التحديث منهم اللي فعلا ممكن يفيدنا والتحديثات اللي هي تعتبر تحصيل حاصل، وطبعا هنشوفها مع بعض بالشرح على الموبايل وعلى البي سي. اول تحديث تم على منصة الواتساب هو دلوقتي انه بقى متاح ليك انك انت تقدر ترسل صورة واللي يستقبلها منك يشوفها مرة واحدة بس وبعد كده تختفي من عنده. ولو جينا نستعرض مع بعض المميزات دي على التليفون، لو دخلنا على الواتساب وجينا نبعت مثلا رسالة نبعت صورة، هتلاقي كلمة واحد تحت في الكابشن هتدوس عليها قبل ما تعمل ارسال وتعمل ارسال، وبكده اللي بعت له الرسالة هيقدر يفتحها لمرة واحدة بس زي ما هنشوف برضو دلوقتي في التليفون التاني. كده نخش على التليفون التاني هنفتح الرسالة، طبعا طالع لك التحذير بيقولك انها تفتح مرة واحدة بس مش هتفتح تاني مش هتظهر تاني، هتدوس اوكي. ايه الحاجة الغريبة اللي انا لاحظتها هنا؟ ان بكل سهولة انت تقدر تاخد سكرين شوت للصورة اللي طلعت ديت وبيتاخد بدون اي مشكلة. طبعا لو خرجنا من الصورة مش هتفتح مرة تانية، بس لو جينا نخش على التليفون اللي بعت الصورة مفيش اي حاجة قدامي او رسالة تفيد انك انت مثلا اخدتها سكرين شوت او حاجة، وانا كنت احب الصراحة ان حاجة زي دي تحصل لانها هتعزز الميزه، لان المقصود من الميزه انك تفتح الرساله مره واحده بس، لكن كونك اخدت منها سكرين شوت فيعني كده الميزه الصراحه يعني مش مجديه قوي من غير الرساله التحذيريه اللي المفروض تجيلك. تاني ميزه معانا نستعرضها برضو هي الميزه الخاصه بانك تقدر تعمل لينك لاكتر من جهاز. طبعا هي نسخه بيتا لسه تحت التجريب، فانت تقدر توصل اربع اجهزه مرة واحدة بدون ما يبقى في جهاز فيهم لازم يبقى مرتبط بان الانترنت يبقى شغال عليه، زي الوضع لما كنت بتشبك التليفون بتاعك على الديسكتوب مثلا تفتح الواتساب لو الموبايل بتاعك مش متصل بالانترنت، طبعا ما كانش بيفتح معاك على الجهاز. لكن الوضع هنا طبعا هيختلف ونجربها مع بعض دلوقتي. اوكي ونعمل لينك ديفايس، هتلاقي الخاصية ظاهرة اهي قدامك اللي هي مالتي ديفايس بيتا، خدمة لسه تجريبية، هندوس عليها اوكي جوين بيتا وهنعمل لينك ديفايس بقى. ظاهر كده هو ان هو عمل كونكت على المايكروسوفت ايدج، فاحنا هنجرب نفصل الواي فاي عن الموبايل ونشوف هل هيفصل عن الويب ولا لا. بس طبعا انا ظاهر عندي في كلمة بيتا فوق، هنعمل ريفريش مثلا. لا طبعا ظهر قدامي ان هو شغال عادي بدون اي مشاكل. send and receive message without connecting your phone، فكده هو شغال معايا. هنجرب برضو نبعت منه اي رسالة، طبعا ظهر قدامنا هو ان هو بعت بدون اي مشكلة. اول ما افتح طبعا الواي فاي
تستقبل رسالة بدون أي مشكلة. عايزين نجرب برضو لو بعتنا صورة لمرة واحدة استقبالها على الويب هيبقى شكله ايه. الصورة اتبعتت وفعلا برضو مكتوب جنبيها انها تقدر تشاهدها مرة واحدة. وهنا بتدوس اوكي ظهرت. ده طبعا زي ما ظهر السكرين شوت اللي احنا خدناه لما فتحنا الصورة اول مرة هو اللي انا بعته طبعا، بس ما فيهاش هنا انك تقدرش تعمل لها داونلود، بس هتقدر تاخد سكرين شوت من الشاشة بكل سهولة من غير اي مشاكل. الميزة الثالثة اللي معانا وهي انك بقيت تقدر تعمل غرف فيديو شات تضيف ليها اصدقائك مثلا، والزيادة على كده كمان انك انت تقدر تبعت لينك الغرفة لاي حد يفتحها من اي جهاز تاني سواء كان موبايل او بي سي، يفتحها من على المتصفح حتى ويشارك معاكو حتى لو ما كانش عنده البرنامج متسطب. فطبعا انت شايف ان الميزة دي تعتبر تقليد لاخر تحديث لأبل عملته في برنامج الفيس تايم. فالواتساب اضاف الميزة دي برضو علشان ايه ما يبقاش حد احسن من حد. احنا عارفين طبعا ان مارك ايه بياخد كل الميزات اللي في البرامج ويضيفها عنده على طول اول باول، سواء في الواتساب سواء على الفيسبوك وخلافه. فلو جيت هنا تدخل على التاب بتاعت الكولز هتلاقي فيه علامة الكاميرا ديت، وطبعا زي ما واضح قدامنا ان الروم ديت بتبقى هو بيحولك على برنامج الماسنجر بتعمل الروم دي من خلاله، وفي لينك طبعا انت بتبعته لاصدقائك يشاركوك حتى لو هما ما عندهمش البرنامج من خلال اي متصفح. واخر حاجة بقى، والصراحة انا مش عارف هي الميزة ديت اتضافت جديد في اخر تحديث ولا لا، اللي هي انك انت بقيت تقدر تعمل مكالمات بدون اي مشكلة من غير ما تحتاج الفي بي ان، وجودة الصوت كويسة جدا، وانا في رأيي انها مش بتنافس الماسنجر قوي، لان انا بشوف ان الماسنجر الجودة بتاعت المكالمات فيه افضل، ولكن هي تعتبر برضو ميزة اضافت على الواتساب من ضمن الميزات اللي حصلت في اخر تحديث. اخر حاجة طبعا عايز اقولها لكم ان التحديث البيتا ما وصلش لكل المستخدمين، فانا هسيب لكم برضو لينك للبرنامج بلينك مباشر على ميديا فاير، هسيبه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. للي مثلا ما وصلوش التحديث وحابب يحمله ممكن يحمله من خلاله. بس كده، وهي دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وسلس، وحابب انكم تشاركوني برأيكم عن التحديثات الجديدة ديت، وايه التحديث اللي انت شايف انه هتقدر تستفيد منه بشكل ما، وايه التحديثات طبعا اللي هي تعتبر يعني تحصيل حاصل الواحد مش هيستفيد منها بشكل كبير. واتمنى طبعا انكم تدعموني بلايك، وتكتبوا لي برضو مقترحاتكم عن المحتوى اللي تحبوا تشوفوه دايما معنا في القناة، وتشاروا الفيديوهات بقى مع أصدقائكم علشان توصل لأكبر عدد من المشتركين. كان معاكم خالد سامي، أشوفكم على خير في حلقات جديدة لينا إن شاء الله. مع السلامة.